بعض الطلاب من ضعف بالتركيز أثناء الدراسة بسبب إهمالهم أحياناً لحفظ المواد بطريقة منتظمة طول السنة، وبيجوا آخر وقت ما عاد يلحقوا، والضغط على حالهم بفترة الامتحانات قبل الفحص هذا موضوع بيؤدي للتوتر. هذا الشيء اللي ممكن ينعكس سلباً على تحصيلهم الدراسي، وعلى اعتبار هلأ فحوص التاسع والبكالوريا واليوم مقطوع الاتصالات، عندهم جغرافيا وعندهم رياضيات، إن شاء الله بيطلعوا بعلامات جداً حلوة. ميشلين رح تخبر كل الطلاب وأهليهم عن طرق للتركيز بالدراسة دون الشعور بالملل والاكتئاب. تماما ورد، اول شيء بدي اقول موفقين يا رب لكل طلاب البكالوريات والتاسع يلي هلا عم تكتبوا، ان شاء الله يا رب هيك كل معلومات بتنكبكب على عقلكم. اكيد انا حابه اليوم خبركم ابرز 5 نصائح لزياده التركيز بالدراسه. اولا، اهم خطوه لازم يبدا فيها الشخص هي تنظيم جدول بيجمع بين الدراسه وبين الانشطه الترفيهيه لحتى يحس الواحد بالارتياح وقت يجي يطبق هذا البرنامج، وباعتبار هالطريقه بتشكل حافز اكبر عند الطلاب. ثاني نصيحه، توفير مكان مناسب للدراسه، لازم يكون هادئ بيتميز بالترتيب وجودة التهوية، وهو أكيد لازم يكون بعيد عن الضجة والعجقة، ومن الضروري وأهم شيء إنكم تبعدوا كل الأجهزة الإلكترونية والموبايل عن المكان اللي عم تدرسوا فيه لأنه أكيد رح تصرف الانتباه. ثالث نصيحة، نصح الخبراء بالإكثار من تناول الأغذية الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، لأنها رح تساعدك على تحسين مستواك الدراسي وزيادة تركيزك. أما عن رابع نصيحة، فمن المعروف أنه القدرة على التركيز بتقل بعد الجلوس لفترات متواصلة من الدراسة، لهيك مننصحك أنه تاخذ استراحة صغيرة أو تعمل بعض التمارين الرياضية البسيطة لمدة بتتراوح من 5 لـ10 دقائق. أما عن آخر نصيحة، ينصح بممارسة نشاط محبب للشخص بعد الانتهاء من إنجاز قدر معين من الدراسة، وكأنه عم يكافئ حاله على الجهد والتعب يلي بذله، مثل أنك تشوف برنامج مفضل لإلك على التلفزيون، أو تعرف آخر الأخبار على السوشيال ميديا، أو حتى تروح مشوار مع أصدقائك. يعني حلوة كتير هالملاحظات، بس بقول أنا لازم ناخدها من أول السنة تماماً. يعني اللي مو دارس مثلاً كلمة رياضيات بثلاث أيام منهاج بكالوريا مرعبة، ما رح يتعرف على طريقة مثلاً إيجاد النهايات عند الناقص لا نهاية والزائد لا نهاية. لا هو علمي وكل يوم بحكي لي جغرافيا ناقص لا نهاية، ما رح يقدروا يحفظوا درس كامل قبل بيوم. وخريطة والأماكن كلها بدك تحدد على الخريطة، يعني عن جد صعوبات من كتير. أول يوم لازم ناخد بهالنصائح اللي قلتي.